إلى ذلك، جدد طيران عدوان السعودي غاراته على عدد من مديريات محافظة صنعاء، حيث عاودت طائراته قصف مديرية بني مطر واستهدفت مواقع القرن ب3 غارات، كما استهدفت مديرية همدان بغارتين، وقصف طيران العدوان بغارة منطقة جدر في العاصمة. هذا وقد أدت الغارات المكثفة التي يشنها طيران العدوان على نقيل يسلح في بلاد الروس إلى نزوح جماعي للسكان بحثا عن مناطق أكثر أمنا. غارات هستيرية وعدوان متوحش على قرية نقيل يسلح في مديرية بلاد الروس، استهدف الطرقات وأجبر سكان القرية على مغادرة منازلهم والبحث عن مناطق آمنة جراء القصف المستمر. الوادي كلها، البيوت هذه كلها متضررة، مشققة البيوت، الطريق مكسرة، المواطنين كلهم نازحين من هنا على صورة مستمرة، المدرسة كل حاجة مستهدفة عندنا. العدوان الذي تخبط منذ قرابة العامين وبات الإفلاس عنوانا لغارته وجرائمه، قصف بنحو 90 غارة حول القرية والنقيل الذي يربط بين محافظة صنعاء والمحافظة الأخرى. وحدات طرحت الساعة 3 والطلبة بيدرسوا هناك في المدرسة، تخيل الشظايا فوق المدرسة مثل البرد فوق الزنك، يعني الشمضة فوق المدرسة نزلت لقدام الطالب والله، ولا وسألوا المدير والأساتذة ولا طالب خرج بشمضة، والآن محرمينها ما قدروا يقروا الطلاب، والله ما واحد يتعزم يزور المدرسة. أكثر من 400 طالب وطالبة حرمهم العدوان السافر من التعليم، و70 أسرة تعرضوا للنزوح من سكان هذه المنطقة التي أصبح العيش فيها موتا محتوما إن استمر أهاليها في منازلهم. العدوان يشتك على الطريق، نحن سوف نطلع حتى برجلنا، ساعة أبي وجدي مهما عملوا يقطعوا الطريق، ما يقطعوا الطريق عن يسافر رجل. نكيل يسلح الذي أمعن العدوان في استهدافه من دون مبرر يكشف مدى الحقد وحالة العجز لدى العدوان الذي فشل عسكريا في شتى جبهات العزة والصمود، فيلجأ إلى قصف القرى والمنازل والطرق كالعادة. محمد جميل، اليمن اليوم.